نوره ومن نبض حاجتكم تتقل استديو الإبداع الفني سرعة إنجاز ابتكار نوره أمي عساني من فداياها تم التسجيل والمكساج في استديو الإبداع الفني كل نجمية من يتي في حياتي يكسب رضاها حصريا على نوره باسمها نور سنافية نوره امي عساني من فداياها يلي بعيني تساوي كل نشمية من يتي في حياتي يكسب رضاها قلت بهدي لها بيات شعرية اتزين القف ويزيد معناها اتزين القف ويزيد معناها اكتب الشعر بامي والفخر ليا والشعر ينكتب فيها ويزاها امي اللي بها ميزات شخصية يعجز الشعر ما عدت مزايا لطالب الشيرات على الزفات على الاتصال 05-3-4-5-5 هذه نور سيدة جيلها مثالية زين الأخلاق من ربي لها عطاها والعقل واثق الخصلة أساسية سمحي مقبالها بكل من جال نورها اللي خذت بالطيب ماريا معرب أصلها رشاسة ومجناها انعطت مدة يديها رهوية دايما مادة الجزلة يمناها نوره باسمها نور سنافية نوره اللي عساني من فداياها يلي بعيني تساوي كل نشمية منيتي في حياتي اكسب رضاها قلت بهدي لها بيات شعرية اتزين القف ويزيد معناها اتزين القف ويزيد معناها اكتب الشعر بامي والفخر ليا والشعر ينكتب فيها ويزاها امي اللي بها ميزات شخصية يعجز الشعر ما عدت مزاياها حصريا على استديو الإبداع هذه نوره سيدة جيلها مثالية زين الأخلاق من ربي لها عطاها والعقل واثق الخصلة أساسية سمحي مقبالها بكل من جال نوره اللي خذت بالطيب ماريا معرب أصلها رشاسة ومجناها انعطت مدة يديها رهوية دايما مادة الجزلة يمناها حصريا على استديو الإبداع الفني.